أهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من تحت الضوء، نسلط الضوء فيها على موضوعين رئيسين. الأول عن دلالات تصريح المستشار المالي للحكومة الحالية في العراق مظهر محمد صالح أن الأموال التي غادرت البلاد هي أموال عراقية مغتربة مقطوعة الصلة ببلدها، وأضاف أن مليارات الدولارات المهربة هربت إلى خارج العراق ولا يوجد قانون يشجع عودتها إلى داخل العراق. في هذا الصدد يتساءل مراقبون للشأن العراقي، لماذا لم تسعى حكومات ما بعد الاحتلال لاسترداد الأموال العراقية، حيث قدرت اللجنة المالية البرلمانية حجم الأموال العراقية المهربة ب 500 مليار دولار وعمليات التهريب مستمرة. الموضوع الثاني مشاهدينا الكرام نسلط الضوء فيه على تقرير برنامج الأغذية العالمي الذي كشف عن 5 ملايين عراقي يتعرضون لتداعيات النقص المزمن بالطعام. نتساءل عن القراءة الاقتصادية المتوقعة في ظل الظروف الحالية للعراق الذي يعاني من أزمات متلاحقة تهدد حقه بالحياة الكريمة في بلد يطفو على بحر من النفط، بينما نسب ومعدلات الفقر في ارتفاع مستمر. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة في الاستوديو، الأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي، مرحبا بك أستاذ عبد الله، وأيضا عبر سكايب من أوسلو الدكتور سناء عبد القادر الخبير الاقتصادي. دكتور سناء مرحبا بك. أهلا وسهلا. إذن مشاهدينا الكرام نشاهد بداية هذا التقرير الذي أعده الزميل قاسم جاسر. يشكل ملف استرداد الأموال العراقية بالخارج أحد أبرز الملفات المعقدة التي تحتاج إلى حكومة قوية بعيدة عن تبعية الأحزاب السياسية التي تمارس التجارة بنفسها وتدخل على خط تهريب الأموال لخدمة مصالحها، فضلا عن الدعم الدولي الذي ينبغي توفره لفتح مثل هذه الملفات. المستشار المالي للحكومة الحالية مظهر محمد صالح قال إن الأموال التي غادرت البلاد تعد بمثابة رؤوس أموال وطنية مغتربة وهي مقطوعة الصلة ببلدها الأم العراق، وأضاف صالح أن مليارات الدولارات هربت إلى الخارج ولم تعد ذات علاقة بالعراق، مؤكدا ضرورة تشريع قانون يشجع عودة رؤوس الأموال العراقية إلى الداخل. الحكومة المتعاقبة منذ عام 2003 كانت جزءاً من مشكلة صناعة إمبراطوريات تجارية ضخمة مرتبطة بالميليشيات والأحزاب السياسية التي تقوم بتهريب الأموال إلى الخارج لخدمة الأجندات الخارجية والمصالح الشخصية. وقد يختلف المراقبون بشأن حجم الأموال التي هربت من العراق منذ الاحتلال الأمريكي في 2003، لكنهم يتفقون جميعاً على أنها كافية لإعادة إعمار العراق بالكامل وتوفير البنى التحتية وفرص العمل وإقامة مشاريع عملاقة، إلا أن اللجنة المالية البرلمانية قدرت حجم الأموال العراقية المهربة خارج البلاد بنحو 500 مليار دولار، ولا شك أن هذا الرقم يرتفع يومياً، فعمليات الفساد التي تقودها الأحزاب النافذة وبرعاية من الداخل والخارج مستمرة وبقوة. التصريحات التي تطلقها الحكومات المتعاقبة حول مشاريع وقوانين وآليات استرداد الأموال المنهوبة من العراق تبقى حبراً على ورق، إذ يرى محللون سياسيون أن عدم إنجاز هذا الملف يعود إلى كثرة المتورطين فيه، لسيما أن غالبيتهم أعضاء في الأحزاب التي تمسك بالسلطة وتمتلك الميليشيات والفصائل المسلحة. العراق تحول إلى معبر لعمليات تهريب كبيرة للعملة الصعبة الدولار إلى إيران عن طريق مزاد العملة وتوصيلها لحسابات بنكية إيرانية في خطوة منظمة تهدف إلى كسر الحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية على إيران، فضباط بالحرس الثوري وعناصر عسكرية في الفصائل المسلحة العراقية هم أداة لتنفيذ هذه المهمة، بالإضافة لاستخدام طهران شركات وهمية من أجل استمرار نشاطها التجاري من جهة ودعم الميليشيات في أكثر من بلد بالمنطقة من جهة أخرى. أبدأ معك أستاذ عبد الله، تصريح المستشار المالي للحكومة الحالية في العراق عن الأموال العراقية المهربة، مئات المليارات من الدولارات مهربة، يصفها بأنها مقطوعة الصلة بالعراق وأنها رؤوس أموال وطنية، هذا تصريح أم اعتراف أم
ماذا، كيف تقرأ هذا التصريح؟ بداية تحية لك ولضيفك الكريم الدكتور سنان ولمشاهديكم الأكارم. الأموال المهربة من العراق يعني عامل هام في تخريب الاقتصاد العراقي، مما أدى إلى تخفيض الاحتياطي المالي للدولة العراقية، وهذا دفع بالحكومة الاستقراض الداخلي والخارجي، وبلغ الدين العام للحكومة بحدود 140 أو 150 مليار دولار. هذا يثقل الكاهل الشعب العراقي بداية. أما يعني تصريح الخبير الاقتصادي عن هذا الشأن، لا، هو لا توجد أرقام دقيقة نهائيا، لا توجد أرقام إحصائية، لأن اللي يشرفون على عملية التهريب وعملية السرقة هي الدولة نفسها وأركانها وأحزابها، فلذلك لا يسمحون بإيجاد مثل هذه الأرقام. هو اعتراف لأنه أكثر الخبراء الاقتصاديين والمتابعين والمحللين الاقتصاديين يقدرون لحد الآن التهريب بحدود 500 مليار. هذا هو تقدير الخبراء وليس الأرقام الرسمية يعني. فلذلك اعتراف يعني كخبير مثل الأستاذ مظهر يعني لما يعترف، هذا انهيار للدولة، بمعنى أن الدولة منهارة، بحيث يتمكن يعني مجموعة من الناس تهرب 500 مليار من دولة يعني لا توجد اقتصاد في العالم يتحمل هذا التهريب. هل أصبح الاعتراف بالفشل يعني تصريح؟ هل هذا يعد تصريح حكومي؟ هو يعترف بالفشل يعني؟ بالحقيقة هو ليس فقط اعتراف وفشل، وإنما هو الفساد بالدولة العراقية بعد 2003 أصبح دين، يعني دين تؤمن به كل الأطراف السياسية الموجودة في السلطة، دين تؤمن به كل الأحزاب، وكل ما يشارك في هذا الفساد هو من درجة مدير عام إلى رئيس الجمهورية. لماذا نقول مدير عام؟ لأن مدير العام هو حصة حزبية داخل الحكومة، وليس يعني تعيين رسمي مهني لشخص يجي يتقدم أو يتعين، أو صاحب كفاءة أو يتعين كمدير عام، إنما يعين مدير عام من قبل أحزاب. هذه الأحزاب هو ملزم بتقديم خدمات مالية، من ضمنها وبأغلبهم يمارسون عملية التهريب في هذا. رئاسة الجمهورية تمارس التهريب، والبرلمان والحكومة كلها والوزراء، الجميع مساهمين بعملية التهريب الاقتصادي والمالي للعراق. بالتأكيد لهذه العمليات يعني تداعيات اقتصادية وخيمة على البلد. يعني دكتور سناء عبد القادر الخبير الاقتصادي، هذا التصريح للمستشار المالي للحكومة وكذلك للجنة النيابية المالية، عندما تتحدث عن 500 مليار دولار، هذا الرقم ألا يكفي لبناء البنية التحتية للعراق وحتى للدول المجاورة؟ لماذا يعيش العراق في فقر مدقع؟ لماذا البنى التحتية محطمة؟ التعليم، الصحة، جميع القطاعات الخدمية، من المسؤول عن تهريب هذه الأموال وما هو حجم هذه الأموال المهربة؟ دكتور، في البداية أشكركم وأشكر ضيفك الأستاذ عبد الله. ونبدأ بمسألة معينة. أنا دائما أكرر أنه العراق أو الاقتصاد الوطني العراقي فيه مشاكل وخيمة وفيه أمراض قاسية، وخصوصا بعد 2003 لحد الآن. تهريب هذه الكمية الكبيرة من الأموال إلى خارج العراق من أجل أنه أن تستغل من قبل منظمات ودول أخرى، سواء كان لتغطية أزمات اقتصادية في دولة ما، أو لاستثمارها في مكان ما آخر. المسألة شنو؟ المسألة على أساس أنه حتى لجنة النزاهة التابعة إلى مجلس النواب العراقي هي تعرف بذلك، وقدرت أنه بين 350 أو 450 مليار أو 500 مليار، وحتى أنه يقال أنه كان عليها أن تخاطب الانتربول من أجل استرداد هذه الأموال. وكذلك على أساس أنه في 15 أيلول من العام الماضي كان مؤتمر في بغداد، هو مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة. طيب، طبعا هذا المبلغ الكبير الذي خرج من العراق بإمكانه أن يرجع العراق إلى مثل ما أقول مستويات اقتصادية جيدة كما كانت في سبعينيات القرن الماضي. نعم. التي أنا عشتها بنفسي عندما كنت طالبا في كلية إدارة اقتصاد جامعة بغداد.
بعدين ان هذه الاموال بامكان ان تبني العراق بناء جديدا، وخصوصا لانه هاي الازمه وهاي المشاكل البنيويه التركيبيه في الاقتصاد العراقي التي تتعرض وتعرضت لها كافه قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي من الصناعه والزراعه والى اخره. اذا كانوا يلومون القطاع العام، فالقطاع العام من الذي يديره ولماذا؟ واذا كانوا يقولون انه لم يكن بالامكان ان تعطى فرصه للقطاع الخاص، طيب انتم منو؟ لماذا لا تعطون فرصه للقطاع الخاص؟ هذه عباره عن اوهام، وهذه عباره عن مبررات. المبررات الاصليه هي الفساد الذي ينخر الدوله العراقيه في بنيانها. الاقتصاد يقول لك شوف، عندنا ما يسمى بميزان المدفوعات. ميزان المدفوعات ينقسم الى ميزان قسمين، الايجابي والسلبي. الايجابي في حاله انه اذا انت تطلب مثلا دول اخرى، او في حاله اذا عندك استثمارات في دول اخرى ممكن ان ترجع لك لدولك. اما ميزان المدفوعات السالب وهو خروج هذه الاموال من اجل، خلي على بالك، من اجل استيراد منتجات زراعيه، من اجل استيراد منتجات صناعيه، من اجل استيراد مكان والات وصناعه، يعني مسوغ من اجل من اخراجها، من اجل ارسال مرضى للعلاج او الى اخره او للدراسه. لكن مع الاسف احنا عندنا ميزان المدفوعات العراقي لم يعرف عنه اي شيء. اين هي الحسابات الختاميه؟ لا توجد بالعراق. طيب كيف يمكن ان احمل ميزانيه لدوله ما ها بدون ان اعرف الحسابات الختاميه للسنوات السابقه؟ هذا ضحك على الذقون. تفضل. اذا كلها في ادار في اطار اداره عمليات فساد مستمره. بالعوده اليك استاذ عبد الله، يعني من وجهه نظرك من المسؤول عن تهريب هذه الاموال، او بالمعنى الاخر من المستفيد؟ هل يا ترى هل المستفيد فقط الحكومات المتعاقبه في العراق، الاطراف المستفيده؟ يعني عندما قام الاحتلال باحتلال العراق وتنصيب حكومات وفق نظام المحاصصه هنا في بلد غني يطفو على بحر من النفط، هل هنا قوه دوليه مستفيده من تهريب هذه الاموال؟ تهريب الاموال مثل ما يعني تحدثنا انه هي سبب بتخريب الاقتصاد العراقي، وتخريب الاقتصاد العراقي هو يعني هدف استراتيجي من اهداف الاحتلال، ولم تنتفي لحد الان اهداف الاحتلال. هذه نقطه اساسيه يجب ان نركز عليها في اي عمل ومناقشه اي وضع سياسي في العراق، انه اهداف الاحتلال لم تنتهي بعد. فلذلك تهريب الاموال جزء من 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 الاعمال الاساسيه والتي يستفيد من أدها المحتل الاساسي الامريكي والاقليمي الايراني وكل الدول التي ساهمت في احتلال العراق. ولا نجد يعني لا تشكيل رسمي داخل الامم المتحده المسجله بالامم المتحده حريص على مصلحه الشعب العراقي عربا او غير عرب. لماذا يغيب القضاء؟ لأنه الموقع العراقي الدولي المهم الإقليمي وإبعاد العراق من هذه الدائرة هو الهدف الأساس. فديمومة يعني استمرار هذا الهدف، ديمومة استمرار هذا يجب أن يكون يبدأ بتخريب الاقتصاد، لأن عندما تخرب الاقتصاد سيكون الوضع الأمني هش، الوضع الاجتماعي هش، البلد محطم، لا غير قادر على فعل أي دور، لأن بدون اقتصاد أنت لم تكن دولة. في الصومال اليوم القوى الاقتصادية أصبحت جيدة، القدرة الاقتصادية جيدة، خلصت من الديون بعد ما انتهت من حرب أهلية، لأنه الأهداف من الصومال انتهت. لكن العراق بقت الأهداف ولا زالت قائمة، لأنه جميع الدول. ما فائدة هذه المواثيق التي وقع عليها العراق لمكافحة الفساد، سواء كانت مواثيق الدولية منها جامعة الدول العربية أيضا؟ العراق طرف في هذه الاتفاقيات، خصوصا الأمم المتحدة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وأيضا الجامعة العربية. الفائدة تعم لما تريد الدولة العراقية تفعيل هذا. لحد الآن الحكومة العراقية لم تخطي خطوة واحدة لتفعيل مثل هذه الاتفاقيات، وهذا حق، يعني هذا حق لو أرادت، لكن لا توجد إرادة سياسية لتفعيل مثل هذه الاتفاقيات. من المستفيد بالدرجة الأولى من تهريب الأموال العراقية؟ يعني هل نتوقع أنه في
حرامي سارق يجي يحاسب نفسه. الدولة هي اللي سارقة، الكتل السياسية هي اللي تسرق. لمصلحة من؟ لمصلحة تخريب العراق، لمصلحة الأقليم، لمصلحة إيران، لمصلحة أمريكا، لمصلحة إسرائيل. كل هذه الأطراف الدولية والإقليمية لها مصلحة في تخريب الاقتصاد العراقي. وليس لأحد قدرة من هؤلاء، لأنهم أيضا لأنهم جاءوا أصلا وفق هذه الاتفاقيات لتقريب الاقتصاد العراقي، وذكرها المشهداني محمود. المشهداني الكثير قال نحن جئنا يعني مقاولين تفليش. طيب، كثير من التصريحات صدرت حتى من يعني المسؤولين الحكوميين. عادل عبد المهدي في تصريح له سنة 2008 يتحدث يقول أنه لو قسمت أموال الميزانية لحد عام 2008 على العراقيين بالتساوي، كل مواطن عراقي له بيت في لندن باسمه. يعني تصور حجم الثراء أو حجم الغنى لدى العراق. ولكن هنا يعني أستاذ سناء، دكتور سناء، في هذا الموضوع يعني التأثير الإيراني، الدور الإيراني في تخريب الاقتصاد العراقي والاستحصال على هذه الأموال العراقية المهربة، كيف تصفه؟ أصفه بأنه هذه الأموال استغلت وساعدت في القضاء على الأزمة الاقتصادية التي يمر بها إيران، وهذه مسألة واضحة. تهريب النفط وكذلك الأموال التي تهرب عن طريق المنظمات الموجودة بالعراق لي عن طريقها تهرب إلى إيران من أجل بناء إيران. صار كم سنة النظام الإيراني في أزمة اقتصادية، لكنه العراق ساعد في بناء عن طريق الميليشيات المتنوعة، كافة الميليشيات المتنوعة بالعراق هي التي تقوم وقامت بتصدير هذه الأموال وتهريبها، يعني غسيل الأموال. أحكي لك بصراحة، شوف، أنا عندما كنت أستاذ في إحدى الجامعات في الدول العربية، هناك بنوك موجودة كن على ثقة 60% من رؤوس أموالها هي رؤوس أموال عراقية تم تهريبها بشكل غير رسمي، يعني احنا نسميه بالاقتصاد غسيل الأموال. ولكن يعني إذا دول الجوار تساعد في تهريب هذه الأموال واستغلالها وإدخالها، يعني احنا نقول في حالة تصدير عملة إلى خارج البلد، أو في حالة استيراد، أو في حالة إرسال أي مبلغ، يجب أن يكون عبر بنك معترف به. طيب، هذا البنك المعترف إذن هو عن طريق البنك المركزي العراقي وعن طريق مدير التحويل الخارجي. طيب، حتى يمكن أن تدخل بشكل رسمي لهذه الدول، لكن هذه الأموال هربت ودخلت بشكل غير رسمي. لذلك الدول الأخرى يجب أن تسأل هذا الشخص الذي قام بتهريب هذه الأموال، كيف بإمكانها أن ندخلها إلى بنوكنا واستغلالها؟ لكن هذه الدول رحبت بهذه الأموال. 60% من رأس مال هذه البنوك هو رأس مال عراقي. يعني إلى متى نحن بهذا المستوى؟ حبيبي، لا توجد مواطنة خالصة، توجد مافيات تقوم بتهريب ونحن نسميه غسيل الأموال العراقية. نعم دكتور. دكتور سناء، ابقى معي لو سمحت. أستاذ عبد الله، يعني وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات ضد بنوك عراقية وصفتها بأنها تمول الحرس الثوري الإيراني. إذا كان الأمر كما يصفه البعض أنه صراع أمريكي إيراني على الأرض العراقية، العراق بلد غني ولديه أموال، هذه الأموال تهرب، ترى هل من المعقول أن تقف أمريكا مكتوفة الأيدي أمام عمليات تهريب الأموال العراقية بمجرد فرض عقوبات من قبل الخزانة الأمريكية على مصارف تقول إنها تمول الحرس الثوري الإيراني؟ السلوك الأمريكي إعلامي أكثر مما هو سلوك حقيقي. طيب، لأنه أمريكا هي اللي سمحت للعراق أن يكون بوابة للاقتصاد الإيراني. لو قارنا ما بين الحصار على العراق ونحن عشنا هذه المرحلة، يعني لم يدخل حتى قلم الرصاص إلى العراق.
لم تدخل أي قيمة للنفط العراقي إلا عن طريق الأمم المتحدة، وكل الاتفاقات تتم عن طريق الأمم المتحدة، حتى الدول العربية المجاورة استفادت من اقتصاد العراق ولم يستفد العراق بشيء. لم تسمح أمريكا بمساعدة العراق لأي طرف، بينما سمحت أمريكا لحدود 1200 كيلومتر لمساعدة الاقتصاد الإيراني وعن عمد. وأما تسمية هذه لماذا لا تسميها، لماذا لا تمنع عنها استخدام نظام سويفت؟ هذا نفاق سياسي أكثر مما هو تصريح غير حقيقي. لو التصريح حقيقي وجاد كان تتخذ عقوبات جادة حقيقية على الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية هي منتدبة من إيران. لماذا لا تتعامل اقتصاديا مع الحكومة العراقية بهذه الطريقة؟ لماذا لا تراقب الأموال؟ كل الأموال المهربة أمريكا تعرف أين تذهب، وكل تعرف أين، تعرف إنه هذه البنوك هي جهات سياسية تابعة لميليشيات، تابعة لأحزاب، تابعة لكذا. فهذه النفاق، هذا النفاق الأمريكي واضح فقط في الإعلام لصالح الشعب. على ذكر الإعلام، بالعودة إليك دكتور سناء، على ذكر الإعلام، طبعا هذه الحكومات يعني 19 سنة إلى الآن مجرد تصريحات. الذي يسرق يقول أنا سرقت، يعني على الشاشات هو يفتخر ويقول أنا سرقت، وهناك من تسمى النائبة أو السياسية تتحدث عن تقاسم كعكة، مستشار مالي يتحدث عن أنه يجب تفعيل قانون لاستعادة هذه الأموال. لنفترض أن هذه الأموال عادت 500 مليار دولار، كيف سيكون حال العراق لو تم استعادة هذه الأموال؟ سيكون بمستوى جيد اقتصادي، سيكون بتنشيط هذه القطاعات الاقتصادية، الصناعة والزراعة وبناء الشوارع والمطارات والموانئ، وكذلك احنا ما يسمى نسميها البنى التحتية. البنى التحتية الآن بالعراق مدمرة، انظر إلى الشوارع التي تربط المدن والقصبات، انظر إلى الكهرباء، انظر إلى المجاري، انظر إلى البطالة، انظر إلى توزيع الثروات، انظر إلى تشغيل الخريجين الجامعات. المظاهرات لا زالت مستمرة في خار امبارح واليوم وقبل يومين وثلاثة. إذن هذه المسألة، استغلال هذه الأموال بشكل جيد يعود بالخير لصالح الشعب العراقي، وبإمكان أن نبني العراق بناء جيدا، وبإمكان أن نوصله إلى أعلى مراتب التقدم بالعالم لو كانت هناك أيدي نظيفة، أيدي نجيبة، قيادة مخلصة لهذا الوطن بحق وحقيق، وليس قيادتهم من جيوبها. 84 مليار دولار تصرف على رواتب أعضاء البرلمان ورواتب القيادات في الأحزاب والمدراء العامين وإلى آخره وإلى آخره. لماذا؟ انظر إلى بقية الدول العالم، عضو البرلمان عندما تنتهي دورته يرجع كأي موظف عادي أينما كان، في أي مكان من هذه الدولة أو في أي دائرة أو في أي وزارة، لا يحسب له راتب تقاعدي. على أي أساس يحسب له راتب تقاعدي؟ انظر إلى رؤساء الجمهوريات السابقين، إلى القيادات، كلها تنهب هذه الثروات بدون أي حق، والشعب العراقي ميت من الجوع. انظر إلى هسه الآن مسألة هذه العواصف الترابية، أنا كم مرة أؤكد عليها، لو يصرف جزء من هذه الأموال على التشجير الذي قال وزير الزراعة نحتاج إلى 6 مليار شجيرة، طيب هو هذا المشروع من 1960 وليس الآن، لماذا لم ينفذ القضاء على التصحر بالعراق؟ لماذا انظر إلى دول الخليج ماذا عملت؟ انظر إلى دول الخليج. إذن فليقدموا تستورد الشجيرات من بغداد. لعلمك طبعا عندي آخر الأخبار، عندي صديق في عنده مشتل في بغداد بالعظمية،
يصدر هذه الشجيرات الى دول الخليج، ها؟ لماذا لا 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 لم نقوم بتشجيرها بالعراق؟ لا يجوز. لماذا؟ لا يجوز. والى كل المسؤولين الموجودين في الدولة العراقية. كفانا عواصف ترابية. شوف بغداد الآن الألوان البرتقالي السماء. عيب علينا أصلا. تفضل. شكرا لك دكتور سناء. إذا مشاهدينا الكرام، في القسم الثاني من هذه الحلقة نسلط الضوء فيه على كشف برنامج الأغذية العالمي عن 5 ملايين عراقي يتعرضون لتداعيات النقص المزمن بالطعام، لنكشف الزوايا المظلمة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية وما هي القراءة الاقتصادية أيضا المتوقعة في ظل الظروف الحالية للعراق الذي يعاني من مشكلات اقتصادية متلاحقة في ظل عمليات فساد سياسي وعمليات فساد كبرى تتكشف من هنا وهناك. إذن بداية نشاهد مشاهدينا الكرام هذا التقرير الذي أعده الزميل قاسم جاسم. بقي الفساد المالي مسيطرا على المشهد الاقتصادي العراقي في مظاهر ومؤشرات مختلفة استمرت طيلة العقدين الماضيين منذ احتلال العراق وسيطرة الأحزاب الفاسدة وميليشياتها على مشهد وكواليس السياسة هناك، فأصبح الفساد سمة ملاصقة لنظام الحكم في العراق شمل جميع الملفات التي كان من بينها ملف الغذاء. برنامج الأغذية العالمي كشف عن أن نحو 5 ملايين عراقي يتعرضون لتداعيات النقص المزمن بالطعام ويضطرون لاقتراض ثمنه. وكشف ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق علي رضا قريشي عن وجود أكثر من 2 مليون عراقي في مستوى استهلاك الغذاء غير الكافي، بينما يوجد 2.5 مليون يتبعون استراتيجيات تأقلم مبنية على الأطعمة الأقل كلفة أو اقتراض الطعام في ظل اعتماد العراق على استيراد المواد الغذائية وتأثره نتيجة الحرب في أوكرانيا. فيما أكد تقرير لديوان الرقابة المالية الحكومي أن الخزينة الاستراتيجية من محصول الحنطة في العراق يبلغ 373 ألف طن فقط، وهو لا يسد حاجة البلاد الفعلية حتى لمدة شهر واحد، وأن الحاجة الفعلية من مادة الحنطة في البطاقة التموينية لكل شهر تبلغ نحو 450 ألف طن. انشغال الحكومات المتعاقبة وأحزابها الفاسدة بمصالحها الشخصية شكل منظومة متكاملة من الفساد في وضع خطط اقتصادية فاشلة تعتمد بالدرجة الأولى على واردات النفط وإهمال كامل للثروات الأخرى، فضلا عن التلاعب وسرقة قوت الشعب على يد الحكومة والأحزاب المتنفذة. إذن في القسم الثاني من هذه الحلقة أبدأ معك أستاذ عبد الله، برنامج الأغذية العالمي يكشف عن أن 5 ملايين عراقي يقترضون ثمن الطعام، في هذا معناه يعني عندما يقول يعانون من نقص مزمن في الطعام أي يقترضون ثمن الطعام، يعانون من المجاعة، معدلات الفقر مرتفعة، هل هذا الأمر يعني ممكن في بلد كالعراق فيه ميزانيات ضخمة، فيه ثروات، فيه نفط، فيه يعني العجب العجاب يعني من الثروات؟ المشهد السياسي العراقي من 2003 إلى اليوم واضح المعالم لكل مراقب، وهو السبب الأساس لهذه الأزمة، وأزمات اقتصادية متراكمة لا توجد هناك إرادة سياسية في كل الحكومات المتعاقبة والأحزاب والكتل وتشكيلاتها برلمانها ورئاساتها، لا توجد لهم إرادة سياسية لخدمة الشعب العراقي، وهدفهم الوحيد هو إذلال الشعب العراقي وجعله يحتاج إلى لقمة العيش جميعا، حتى الموظفين هم يحتاجون إلى لقمة العيش، يأخذ راتب ولكن يصرفه على الدراسة والصحة، هذا حتى الوضع الاقتصادي جيد. هذه شهادة دولية، اعتراف دولي بأن العراق فيه مجاعة، وهو العالم يعرف ما الذي ما هو رد الفعل الدولي؟ لا شيء، مجرد تقارير. هذه التقارير المفروض تعتمد، تذهب إلى الأمم المتحدة، تذهب إلى مجلس الأمن، يتخذ قرار ضد الحكومة العراقية. الحكومة العراقية تساهم بتجويع شعبها
الحكومة العراقية والنظام السياسي يساهم بتدمير اقتصاد البلد. يعني كل الدول العالمية وحتى السيئة من عدة تسعى الدولة على الأقل لحفاظ ما وجهها أمام يعني أمام المؤسسات الدولية يعني بأي شكل من الأشكال، إلا الحكومة العراقية والأحزاب العراقية والكتل السياسية العراقية تعمل على تجويع الشعب العراقي وإفقاره، بالتأكيد يحتاج إلى الغذاء ويحتاج إلى الصحة ويحتاج إلى الطعام ويحتاج إلى أن يقترض، لا أموال ولا شيء، كلها مهربة فساد. هذه هي هذا هو المشهد العراقي. يعني لا نستغرب أن يحتاج كذا مليون من المواطن من العراقي إلى طعام أو يقترض إلى طعام. هذا الفساد الذي تديره الدولة العراقية هي مسؤولة عن كل ما يجري، الأحزاب والحكومات والبرلمان من 2003 إلى اليوم، حتى الأشخاص الذي مارسوا العملية السياسية كلهم مسؤولين أمام هذا الوضع المتردي، وسيبقى متردي أكثر فأكثر، لأنه لا توجد حل لأزمات ولا توجد تخطيط استراتيجي بعيد المدى أو قريب للأزمات، ولا يوجد أيضا تخزين صحيح لكل المسائل اللي يحتاجها الشعب العراقي. هم يعني بفعل يعني بإرادة عدوانية ضد الشعب العراقي يمارسونها بهذا المجال، تخريب الاقتصاد وجعل الشعب المواطن العراقي يحتاج إلى كل شيء لهم. هذه المشكلة الأساسية، المشكلة الأساسية في النظام السياسي الفاسد. طيب دكتور سنة، عندما يتحدث المسؤولون الحكوميون عن أن سبب يعني هذه الضغوط الاقتصادية أو ارتفاع معدلات الفقر أو حتى ما يأتي من تقارير دولية تتحدث عن ازدياد نسبة الذين يقترضون الطعام والذين يعانون من النقص المزمن في الطعام والأرقام بالملايين، 5 ملايين أو أكثر، يعني هل من المعقول أن يقرنونها بالأزمة العالمية التي تخص الحرب بين روسيا وأوكرانيا و19 سنة في العراق معدلات الفقر مستمرة بالارتفاع؟ أولاً أبدأ أنه ما يسمى بمؤشر الجوع العالمي، العراق من بين 85 دولة ومن بين الدول العربية رقم 10. أما ما يخص أنه الحرب الروسية الأوكرانية، هذه فتشماعة المسؤولين العراقيين يعلقون عليها هذه المشاكل. بإمكاننا أن نحن نستورد الحنطة من روسيا عبر تركيا، وأنا صرحت في برنامج سابق كذلك في قناة الفضائية، في قناة الرافدين الفضائية، هذا ليس بسبب. بإمكان العراق أن يحل هذه المشكلة بسهولة عن طريق استيراد الحنطة من روسيا. بعدين بالنسبة للحرب الروسية الأوكرانية، كم مرة روسيا دعت أنه تفتح موانئ البحر الأسود والتي ميناء أوديسا، لم يفتح لحد الآن من قبل أوكرانيا. الآن لعلمك اليوم أنا بالتلفزيون بالقناة الروسية الأولى، آلاف الكيلومترات لسيارات تنقل الحنطة عبر رومانيا وعبر مولدافيا التي هي تحد أوكرانيا. أنا درست في أوديسا ودرست كذلك في دانيسك، وأعرف هذه المناطق من 1974-75 وليس الآن. هذه شماعة. طيب دكتور، بعدين في دكتور التقرير، خليني أكمل لك. نعم طبعا. بعدين أخذ خبر آخر أنه العراق يستورد الحنطة من الإمارات العربية المتحدة. هل الإمارات العربية المتحدة تزرع الحنطة أم تستوردها من دول أخرى وتبيعها لنا؟ هذا أمر خطير. شوف المعادلة، من أجل نهب بالعراق ونقوده فنون. نعم. طيب الآن أيضا بسؤال آخر يعني أطرحه عليك دكتور سناء، يعني هناك تصريح لديوان الرقابة الحكومي يتحدث عن أن الخزين الاستراتيجي للحنطة في العراق لا يكفي لشهر واحد، يعني ما مدى خطورة هذا التصريح؟ ماذا لو حصل فعلا هذا الأمر؟ أنا قرأت هذا التقرير مال ديوان الرقابة المالية بالعراق، صح 350 ما تكفي، واحدة تكفي لثلاثة أشهر. العراق يحتاج إلى 2.5 مليون طن، وبإمكانه أن يستورد من روسيا أو حتى من كندا. ورغم أنه بعد كندا، شوفت لو تقارن
كلفة استيراد الطن الواحد من روسيا ومن كندا، وحتى في أنه العراق يستورد كذلك ممكن من أمريكا وممكن من أستراليا. شوف البعد الجغرافي، إحنا اقتصاديين لكن وراها ما الآن هاي وراها دوافع سياسية. أحكي لك، شوف عندنا مثل يقول السياسي عندما يخطئ ليس بمشكلة، لكن الاقتصادي عندما يخطئ هذه مشكلة. لماذا؟ لأن الاقتصاد هو يتحمل كل شيء قبل السياسي، نعم، أول مرة أسمع وهذه هاي واقعة. لذلك نعم. تقرير ديوان الرقابة المالية العراقي صحيح وجدا صحيح، لكن كيف أن نبدأ بعلاجه؟ علاجه هو بالاستيراد، أن نضع خطة حكيمة لاستيراد الحنطة بغض النظر عن أي دولة. لكن احنا ارجع مرة ثانية كاقتصادي، انا تهمني كلفة استيراد الطن الواحد من الحنطة او من المواد الغذائية، سواء كان الشعير او الى اخره او الى اخره. هذه مسألة مهمة عندنا بالاقتصاد. لا اقوم انا بتبذير ثروتي، ها احنا الان نتكلم عن كيفية استرداد 500 مليار دولار امريكي، واحنا الان نقوم بتبذير من اجل استيراد حنطه من الاف الاميال، في حين لدينا دوله قريبه علينا. علينا ان نحكم حساباتنا الاقتصاديه، وليس مزاج سياسي وليس مزاج شخصي وليس تنفيذ لاوامر امريكيه. ها، كل استيراد، خلينا للعلم المشاهد انه عندك هنا عندك بنك مورغان الامريكي وبنك الدوله الامريكي، هذني البنكين اللذين يسيطران على كافه تحويلات العالم. خلي على بالكم يا مشاهدين، هذول يقومون بنهب الاموال. انت عندما تقوم باستيراد اي بضاعه من اي دوله بالعالم، هذه تقوم عبر بنك مورغان في امريكا. تصور يعني عندما تستورد مثلا انت من الامارات هذه الاموال، او هذه قيمه هذه الاموال المستورده سواء كانت صناعيه او زراعيه ولا اخره، يجب ان تذهب من البنك المركزي العراقي الى امريكا الى بنك مورغان، وبنك مورغان ياخذ حصته من عندها، ها يلا يدفع قيمه استيراد هذه المواد الصناعيه والزراعيه ولا اخره. ونرجع لمساله الجوع، اذا استيراد الحنطه والشعير والى اخره بامكان ان نستوردها من دوله قريبه علينا وليس بعيده بالاف الاف الكيلومترات. نعم. أستاذ عبد الله، يعني ما مدى خطورة أن الحنطة لا تكفي ضمن الخزينة الاستراتيجي لمدة شهر واحد؟ الكثير من المراقبين تحدثوا عن أن الثورة في العراق، الثورة الشعبية، يعني انطلقت وتفجرت بسبب الظلم، بسبب الجوع، بسبب الشعور بعدم الحصول على الحقوق الإنسانية، بسبب نظام المحاصصة. يا ترى يعني ما تداعيات هذا الأمر إن حصل فعلا وتحقق ما تحدثت به ديوان الرقابة المالية؟ الموضوع يعيدنا إلى تعمد السلطة في العراق على تجويع الشعب العراقي وإذلاله، لأن الخزينة الاستراتيجية هي مسؤولية أعلى سلطة في البلد وليس وزير أو مدير عام. هذه السلطة أعلى اللي هي رئاسة الوزراء المتعاقبة جميعها لم تضع أي خطة استراتيجية لتخزين استراتيجي، وهذا يعني تعمد وليس فشل. الفشل شيء، الفشل أنه أنت عندك خبراء ضعفاء يمكن أن تبدلهم، يمكن تستشار آخرين، يمكن، لكنه تعمد في عدم تخزين الاستراتيجي، لأن الخزين الاستراتيجي يهم الاقتصاد حتى الفرد العراقي، ويؤمن له الاستقرار النفسي والاجتماعي لما يجد هناك تخزين اقتصادي. ونذكر تجر مسألتين مهمة يجب أن نذكرها. أولا، الحكومة العراقية بعد يعني قبيل الغزو الذي ادى الى الاحتلال الامريكي، قدمت الحصه التموينيه 4 أشهر او 5 أشهر دفعه واحده، هذا من الخزينه الاستراتيجي. وبقى المواطن العراقي بعد الاحتلال اشهر عديده مطمئن ومستقر اقتصاديا، على الاقل يعني لا يعاني من جوع. هي من الناحيه العلميه 6 أشهر
تتلف بعدها الحنطة حتى سنة من الناحية العلمية. لا حتى سنة. حتى سنة ممكن أن تبقى، لكن التخطيط الاستراتيجي للدولة هو الأهم من كل هذا، لأنه طريقة التخزين وطريقة توزيعها والمخازن. وتبقى مسألة أيضا ثانية لازم أشير إليها، الحكومة الحالية، الأركان الحكومة الحالية هي نفسها تريد تحرص على الشعب العراقي بالوقت الذي عام 1991 أقدمت على تدمير وإحراق المخزون الاستراتيجي في محافظات الجنوب بأمر مخابراتي أمريكي إيراني، لأنه ضروري حطموها وحرقوها ودمروها بعام 1991 بعد انسحاب الجيش العراقي وحصار فرض على العراق. فهذا 13 عاما حتى عليهم هذول القيادة نفسهم، هم قاموا بحرق الخزين الاستراتيجي، تريد الآن هم يكونوا حريصين على الشعب العراقي ويأمنوا الخزين الاستراتيجي. والله يمكن ما تجد حتى واحد بالدولة يفهم شنو الخزين الاستراتيجي. يعني المشكلة هي بالجهل والتعمد في إذلال الشعب العراقي. نعم دكتور سنا، يعني عندما يعني ترمي وزارة التجارة بثقلها وتقول إنه لا يوجد تخصيصات مثلا، والتخصيصات هي على الحكومة، هل هذا الأمر يعفي وزارة التجارة مثلا من المسؤولية التي تقع على عاتقها، أم أن المشكلة أكبر من وزارة التجارة؟ المشكلة أكبر من وزارة التجارة. عندما يسمى برنامج الأمن الغذائي الآن الذي ناقشه البرلمان قبل حوالي شهر، وكذلك على أساس أنه سوف يتخذ به، هذه طبعا هذه عبارة عن حل ليس جذري، هذا حل مؤقت لتمرير بعض ما تريده الأحزاب التي فازت بالانتخابات. لدينا مشكلة الجوع. طبعا هم التجارة هاي لا يمكن، هذا ليس بتبرير، يبررها كذلك انه فيما يخص شحة المياه وشحة الأمطار والى اخره. طيب لو نشوف دول اخرى مجاورة، السعودية وغيرها، طيب عندها كذلك شحة الأمطار، لكن عندها طرق خاصة بعملية السقي والى اخره، شايف كيف؟ عملية التقطير. شوف المزارع الكبيرة الضخمة في السعودية لزراعة أنواع مختلفة من المنتوجات الحقلية، الحنطة والشعير وحتى الرز. طيب لماذا لا نقوم احنا بهذا الموضوع؟ لماذا لا نستخدم تجربة السعودية؟ إذا هناك حلول مختلفة للقضاء على مسألة شحة المياه، وليس فقط أنه التسكع او مثل ما قلت التعكس على شو اسمه على مسجد والله عندنا شحه المياه او الاخر، لا بامكاننا نحل التعكس. طيب على موضوع قله التخصيصات الماليه، نعم، حل مساله المياه مع ايران التي قامت بقطع 5 أنهار تصب في العراق. قبل حوالي اسبوعين كان وزير الخارجيه العراقي في ايران، لماذا لم يطرح هذه المشكله، مشكله قطع 5 أنهار تصب في نهر دجلة وفي شط العرب؟ هذا كل كذا تساهم في عملية اسمها الجوع بالعراق. نعم. وإيران أساس جارتنا. تدمير القطاع الزراعي بالكامل وتدمير الأرض المنزرعة، وكذلك أسهم في اتساع ظاهرة التصحر. اسمح لي أنتقل للأستاذ عبد الله. دكتور أستاذ عبد الله، من وجهة نظرك يعني هذا الأمر له تداعيات على المدى المنظور، على المدى البعيد. هناك تحذيرات من يعني برنامج الغذاء العالمي، هناك تحذيرات من تقارير صدرت من الأمم المتحدة فيما سبق، والتقارير تترى. يا ترى هل هذا يعني ربما ينذر أو يفجر بالمستقبل ثورة أقوى من ثورة تشرين؟ هو الأزمات دائما الأزمات تخلق الحل، يعني تراكم الأزمات يخلق الحل. هذا بمعنى مثل ما تفضلت، هو أكيد يخلق إلى دافع الثورة على هذا الوضع الفاسد، والثورة قائمة يعني
شرارة التشريد لا زالت قائمة، ولكن انضمام قطاعات سياسية واجتماعية أخرى إلى الثورة هو هذا اللي هو اللي يجد حل. أما بوجود هذه الجوع يزداد، معدلات الفقر في ازدياد، هو هذا الدافع الأساس، هذا الدافع الأساس الذي سيدفع بالناس إلى الانضمام إلى الثورة. ولا يمكن لهذه المنظومة السياسية، منظومة 2003، يستحيل أن تجد حل في ظلها. يعني حتى هسه نقول الأموال المهربة ترجع، فمثل ما تدوير السياسة سيدورون الأموال بجيوهم أيضا، يعني من سرقوا يجيبوها من سارق إلى سارق آخر. الإشكالية في النظام السياسي، وهذا النظام السياسي يتعمد يعني قتل العراقيين، وهذا إلى حد معين سيقف حتما وبالتأكيد إلى تداعيات على ازدياد رقعة الثورة وشمول كافة قطاعات والتنهيها. وهو أيضا مطلوب أيضا تخطيط من القوى السياسية التي تساهم في الثورة، المعارضة العراقية والثورة التشرين. نعم. يعني يجب أن تخطط بشكل صحيح كيف تتعامل مع الشعب وتعريضه بالشكل السليم والصحيح، الدفاع عن مصالحه، ليس دفاعا عن جهة سياسية أو حقدا على جهة سياسية أخرى. بقاء هذول يعني دمار الشعب العراقي. اليوم نسبة الأمراض خيالية في الشعب بالعراق. اليوم نسبة الجوع يعني التعليم، طبعا الكثير من القطاعات يعني مدمره في العراق، التعليم صفر. نعم. التعليم كل هذا التعليم لا يؤثر اليوم على هذا الجيل فقط، هذا الشيء انما على اجيال هذا الامر يعني يدفعنا للبحث عن حلول. استاذ عبد الله اسمح لي ان انتقل للدكتور سناء. دكتور سناء، ما هي من وجهه نظرك الحلول الاقتصاديه الناجعه لخروج العراقيين من هذه الازمات الاقتصاديه المتلاحقة؟ يعني مثلا على سبيل المثال، المسؤولون الحكوميون يتذرعون بقلة التخصيصات المالية عندما تتحدث وزارة ما، وزارة الموارد المائية أو وزارة التجارة أو غيرها، ولكن هناك دول فقيرة حفرت ما يسمى بالبزل وغطت البزل خلايا الطاقة الشمسية، وبالتالي اختصرت طريقين، طريق الاستفادة من المساحة التي لا تستخدم، وطريق آخر استفادت من الطاقة الشمسية، وطريق ثالث استفادت من المياه التي عندما وضعت هذه الخلايا فوق الساقية لم تسمح بالتبخر. يعني هناك عقلية في الدول الفقيرة ترى في العراق. العراق هل يفتقر إلى العقول التي تؤدي إلى خلاص العراقيين من هذه الأزمات الاقتصادية المتلاحقة في بلد غني؟ الجواب بإمكان العراق أن يستغل الطاقة الشمسية الموجودة عن طريق إقامة الخلايا الشمسية التي تقوم بصناعة الطاقة. بعدين مسألة التقطير ما يسمى بالأمطار الصناعية والتي تكلمت عليها قبل فترة، قبل شوية اللي في السعودية، بإمكاننا أن نعمل كذلك الأمطار الصناعية، شايف كيف؟ عن طريق هذه التبخير وإلى هناك عدة طرق. شوف أقول لك، أحكي لك يعني مثل عندنا مهندس عراقي قام بصناعة محرك سيارة يشتغل يعمل على الماء العادي، شايف كيف؟ محرك. إذن عندنا عقول موجودة، يعني إذا هذا العقل يقوم بصناعة محرك سيارة يعمل على الماء، ها، هذا بإمكانه أن نجد لنا كافة الحلول للقضاء على مسألة التصحر، على مسألة قلة المياه، شحة المياه. هناك حلول كثيرة، نأخذ خبرات الدول أخرى مختلفة. وصحيح أنت اللي قلت في الدول الأفريقية تقوم هناك منظمة الأمم المتحدة، هناك كذلك كثير من الخبراء الذين العراقيين الذين يعملون في هذه المنظمات في عمليه التقطير والاخري. انا التقيت باحد الخبراء 2019 في مطار بغداد، عندما كنت انا راجع من مؤتمر في بغداد، كان هناك كذلك مهندس عراقي مقيم في المانيا، ما اتذكر الان اسمه، يعمل في شركه المانيه، كان في مهمه بالعراق من هذه الشركه الالمانيه بصناعة مطور، باستغلال المياه، شايف كيف، وتنقيتها، وكذلك عملية إيصالها إلى
البيوت والاخره بابسط الطرق وباسهل وارخص الطرق. اذا هناك عندنا موجوده عقول موجوده سواء كان داخل العراق او خارج العراق، والعراق مليان من هذه العقول، لكن مع الاسف لم تستغل، لم يعطى لها المجال للعمل من اجل خدمه الشعب العراقي. وهذه هي الطامه الكبرى الموجوده الان. نرجع مره ثانيه، عمليه الفساد وعمليه المحاصصه الطائفيه، هذه هي التي دمرت العراق منذ 2003 لحد الان. شكرا دكتور. اما احكي لك اياها عن مساله اسمه البطاقه التموينيه والى اخره. نعم. قبل حرب 2003 انا اهلي بالعظميه، زين، بيحكي لي اخويا الله يرحمه، حصلوا على مواد غذائيه، تمر وطحين ودهن والى اخره لمده 6 اشهر. نعم. شكرا شكرا لك دكتور. ولم يصيبها التلف اطلاقا. شكرا دكتور، شكرا جزيلا دكتور. طبعا الكثير ممن يصف من الخبراء الاقتصاديين يتحدث يقول بأنه هناك في الخارج يتم تدوير النفايات لاستحصال الأموال، أما في العراق يتم استيراد السياسيين من أجل تهريب أموال العراقيين. في الختام أشكر ضيوفي في هذه الحلقة، شكرا جزيلا الأستاذ عبد الله سلمان الكاتب والباحث السياسي ضيفي في الأستوديو، وعبر سكايب من أوسلو الدكتور سناء عبد القادر الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك دكتور. لكم مع السلامة. في الختام نشكر لكم طيب المتابعة وإلى اللقاء.